وعم كملين بصباحنا لليوم. صحيح، فرح. وكمان رح نكون بمساحة جديدة من مساحات التعلم قبل ما نبدأ أي يعني مرحلة تعليمية جديدة أو أي نشاط أو لغة أو حتى هواية. دائما بيكون في أساسيات للتعلم أو شروط معينة. رح نتعرف على هي المواضيع أكثر ونطرح مجموعة من الاستفسارات على ضيفتنا لليوم الاختصاصية الاجتماعية رندا عليتي. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير رندا. صباح، اهلا وسهلا فيكي. اليوم لما بنسمع كثير عن شروط التعلم او مهارات التعلم وغيرها من التسميات، خلينا بالبدايه نعرف ليش في شروط للتعلم وشو هي اللي ممكن تكون هي الشروط. هلا نحن دائما لما بدنا نتعلم اي شيء لازم يكون في مقومات اساسيه عنا كافراد وبالماده العلميه او بالماده اللي نحن بدنا نتعلمها. مثل لازم يكون في عندي ميول معين لها، يكون عندي استعداد معين لها لاتعلمها، اللي انا بدرجها تحت الرغبه انه انا حابب اتعلم هذا المجال، او مثلا مالي حابب مختار شيء ثاني. فهي الرغبه او هذا الدافع والاستعداد لاني اتعلم اي خبره جديده بحياتي بيعطيني المقومات الاساسيه ليصير عندي اليه تعلم معينه لحتى اقدر اكتسبها وقدر اتعلم. والشيء الحلو اللي نحن بدنا نحكي فيه انه مو بس التعلم الاكاديمي او الدراسه او اللغات، ولكن في جانب اضافي اللي هو المهارات الحياتيه، وفي لسه جانب اكثر اللي انا كيف بتعلم شيء ما يكون هوايتي ولكن بقدر اتعلمه وبقدر اكتسب الخبره اللي ممكن تفيدني بجوانب ثانيه من شخصيتي بالحياه. تمام، ذكرتي نقطة انه التعلم قبل المرحلة الأكاديمية، خلينا هيك نوضح للمشاهدين أكثر شو نقصد بهالموضوع. هلا دائما أنا لما بدي يكون في عندي آلية لتعلم معينة، فأنا لازم يكون في أول شيء مثل ما ذكرنا الرغبة، فهي حتشد انتباهي. لما أنا حيصير عندي انتباه حركز بالشيء اللي أنا بدي أتعلمه، وبعدين أنا بعد ما بدي يصير عندي الانتباه والتركيز الكافي، فأنا هون بكون عم شغل كل حواسي، الحواس الخمسة كاملة، لأني اكتسب هاي خبرة الشيء الجديد أو هذا التعلم الجديد. فأنا منها بصير بقدر خزنها، ولما بدي اتواجه مع خبرة جديدة فأنا حاستخدم خبرتي القديمة اللي تعلمتها لحتى استفاد منها بخبرة جديدة وطور مهاراتي سواء الأكاديمية وسواء الحياتية. فهون أنا بنقلت من مرحلة التعليم اللي هي مرحلة التعليم اللي بيكون موجود الشيء بالوعي مثل السباحة أو سواقة السيارة. فأنا أول ما ببلش أتعلمه بكون مركزة كل وعي، كيف عم بتحرك، كيف بحرك إيدي، كيف عم باخذ يمين أخذ يسار. بعدين تنتقل لللاوعي، بصير بقدر أسمع موسيقى أنا وعم سوق، بقدر أنا وعم أسبح أعمل حركات إضافية. بصير هذا انتقل التعلم من الوعي لللاوعي، فأنا هون أخذت خبرته، صار بقدر ضيف إضافات جديدة. هلا نحن للاسف دائما اللي بنشوفه مع الامهات او المسؤولين مسؤول الرعايه عن الطفل كمدرس او كموجه، انه هو بينقل فورا على المرحله الاكاديميه، خصوصي بالمراحل الابتدائيه الاولى، انه انا فورا بدي اعلمه لازم هذا صف اول صف ثاني لازم يقرا يكتب. ولكن انا بكون خصوصي بالفترات الانقطاع اللي صارت بالعطل اللي واجهوها اللي صار في نجاح تلقائي للاطفال، فهن في جانب اللي هو ما قبل الأكاديمي بيكون ماله مرمم بالطريقة الصحيحة، خصوصي بالمرحلة الصف الأول والثاني. كيف مثلا؟ يعني أنا لما بجي دائما المشاكل بتكون أنه أنا صار مثلا ابتدائي ولهلأ ما عم بيعرف أنه مثلا الباء النقطة من تحت مثلا والنون من فوق. نحن هون ننقل هاي أكاديمي، أنا كيف بنقل للمرحلة ما قبل الأكاديمي أنه أنا لازم بقول لها ترى أنت علمتي الاتجاهات فوق تحت يمين يسار، عنده توجه معين بالفراغ بيقدر يتحرك بطريقة مناسبة، لما بتعطيه نشاط يقدر يتحرك بالاتجاهين. فهون أنا برجع خطوة لورا من الأكاديمي لما قبل الأكاديمي. لما بيكون حتى ما قبل الأكاديمي أنا في أطفال بفروق معينة بلاقي أنه عنده مشكلة حتى بالاتجاهات، ما بيقدر يحدد يمينه من يساره، ما بيقدر يكون عنده هاي البديهة أنه مثلا أنا لما أقول له فوق فهو يرفع إيده مثلا لفوق.
فهون انا برجع بنقل كمان خطوه لورا اللي هي المرحله النمائيه الاساسيه اللي هي هي هذا مصطلح بيكون غائب شوي عن الاهل، انه النمائيه هو انا مثل ما ذكرت يكون الانتباه التركيز الوعي، مده الانتباه تكون مناسبه للمرحله العمريه اللي هو عم بيمر فيها، لحتى انقل للادراكي لانه يقدر يفهم المدرك الشيء، لحتى ينقل هو بالنسبه له الرقم والحرف هو شيء مجرد، فانا بنقله عليه لحتى يصير وعيه بالاشياء هي المجرده، لحتى يقدر يكون عنده اليات تعلم تراكميه تعطيه خبرات اضافيه للمستقبل. كثير حلو، لما نحن اليوم عم نشوف الروضات من فتره منيحه، قد ايه عم تستخدم اسلوب اللعب لحتى هي تعلم الطفل بطريقه يمكن تجذبه اكثر، يستمتع اكثر وبنفس الوقت يتقبل فكره التعليم بشكل بعيد كليا عن التلقين. تلقين قد ايه مهم هذا عفوا، قد ايه مهم هذا الشيء اليوم؟ بالاضافه لانه يمارس هواياته مثل السباحه، مثل الرسم، رياضه، اي شيء بحبه هو. تماما، هلا نحن لما بنلاقي الاطفال عندهم مشكله بالاتجاهات او بالمرحله النمائيه مثل ما ذكرنا، فنحن دائما نوجههم على الرياضه، لان الرياضه بتعمل هذا الوعي بالفراغ، بيقدر الطفل يعرف يتحرك، بيعرف يصير عنده تآزر كثير منيح، لما مثلا انا حطيته بنشاط زومبا فهو حيقدر يحرك ايده اليمين مثلا مع رجله اليسار، مع التواصل البصري يكون مناسب ليقدر يدرك ويركز تماما الحركه اللي بده يعملها. فانا بكون قطعت على حالي مرحله التلقين اللي انا بقول له لا انتبه اعمل، فانا هيك حطيته بنشاط رياضي ممتع. نفس الشيء لما بيعمل مثلا قدم ولا باسكت ولا حتى بعلمه موسيقى، دائما نحن الموسيقى بتكون اخر مرحله لانه بدها انتباه وبدها فصل حواس، فهي دائما حتى بالمعاهد ما بيعلموها قبل السبع وثمان سنين. لهيك فالنشاط الرياضي بيكون هو الاولي، لحتى الرسم كمان كثير مناسب، مثل ما ذكرتي بالروضات ممكن هي بتكون عم تعلمه درس مثلا انه يكتب حرف معين او رقم معين يلزق عليه مثلا حبات حمص مثلا، فهي عطيته نشاط فني هو عم بيحطهم ويصفهم، فهو عطى تمرين للانتباه والتركيز هي بدون ما تعرف، عطته جزء نمائي ضمن الخطه الاكاديميه تبعها، بنفس الوقت رفعت له انتباهه، بنفس الوقت حركت له عضلات ايديه اللي هي بالمستقبل حيكون خطه احلى وتآزره وانتباهه احسن، وبنفس الوقت هو عرف باتجاهه كيف لما هي عم بتوظف انه يلزق مثلا هالحبات الحمص بطريقه مناسبه من اليمين لليسار او حسب اللغه من اليسار لليمين، فهي تماما عطته هذا الوعي او هذا الرسم الفراغي اللي هي هو حيقدر مستقبلا يتجاوز مشكله معينه لما بده ينقل على الاكاديمي، فهي مرحله كثير ضروريه واساسيه وكتير سهلة إنه أنا طبقها بالبيت إذا طفلي ما قدرت خليه يلتحق بمكان بروضة أو بمدرسة، فأنا ممكن رمم هذا النقص عنده بأنشطة منزلية، فيني كتير أنا أعمل اطلاع وأعمل سيرش لحتى أقدر أجيب أنشطة هي كتير متوافرة، ولكن ننتبه للخطوات. نحن للأسف بالروضات او المدارس بنطبق هذا النشاط بكليته، ولكن بنغفل على انه نعطيه هدوء مناسب لارفع له انتباهه، اعطيه اتجاه مناسب انه لا لازم تبلش من هون، مو كيف ما بده يحطهم او كيف ما بده يلزقهم، يكون في توجيهات بسيطه لحتى اقدر استفاد من هذا النشاط بكذا جانب. تمام. عند هلا باليه التعلم نلاقي بعض الاشخاص بيعتمدوا الاسلوب مثلا السماعي، في ناس مثلا بتتعلم بصريا اكثر بيكون عندها ادراك او موهبه بهذا الموضوع. تمام. في ناس سماعي او كتابي او حفظي، بتتعدد هي طرق التعلم. اليوم كيف الام فيها توجه طفله او تنمي له هي المهارات يلي بتساعده بحسب طريقه التعلم يلي هو بالاصل بيبدع فيها؟ تماما، كل طفل او كل شخص منا عنده بناء تمثيلي معين لحتى يستوعب او يدرك الشيء اللي بده يتعلمه، وبيكون اكثر شيء ظاهر البصري والسمعي. فدائما انا بشوف اول شيء طفلي هو شو نقطه القوه عنده، مثلا بصريا انه هو ذاكرته البصريه قويه، تمييزه البصري قوي، فانا بركز على نقطه القوه اول شيء، بعدين بضيف عليها الجانب الضعيف عنده اللي هو مثلا السماعي او الحسي، وبعدين بصير برفع بنقاط قوته، برفع نقاط الضعف بقويها. بهي الطريقة مثل كتير مثلا ممكن أنا أحط فيديو تعليمي معين
ولكن انا كثير بدي انتبه لموضوع يكون مدته ما تتجاوز الدقيقه لحتى ما يكون في يعني انا استفاد تماما. دائما موضوع الفيديو او الموبايل او دائما بيكون ذو حدين، لما بعطيه لوقت طويل فهو حيعمل لي مشاكل، لا انا بكون بس باخذ الخبره الترفيهيه اللي انا ممكن اعلم فيه طفلي بثواني او لمده دقيقه ماكسيموم، وعليها انا بقدر افتح حوار معه، شو شفت بالفيديو، شو سمعت، كم مشهد شفت، كم شخص موجود، فانا فتحت معه هذا الحوار، شو الالوان الموجوده، شو كان موضوع الحديث، فيك تعطيني عنوان للي شفته او للي سمعته، فانا بقدر شغل كل حواسه، بعدين فيك تكتب لي سطر، فانا هون كمان حسيا شغلته، هون انا بقدر اوظف كل البناء التمثيلي للتعلم عنده بحواسه كلها بماده علميه بسيطه، بنفس الوقت استفدت من الفيديو اللي شافه بدون ما يكون في عندي اي ضرر بالماده التعليميه اللي عم باخذها. كثير حلو رندا، بنشوف في اختلافات بين روضه والثانيه، بين مدرسه والثانيه، بعض الاوقات بنشوف يمكن اعمار مختلفه للطلاب، 5 سنين 6 سنين 4 3 مختلطين مع بعض، البعض الاخر بنشوف اعداد كبيره، مو بس الاختلاف، شو الصح بهي النقطه لما نحن بدنا نعمل عمليه دمج للاطفال؟ بتفضلي يكونوا بنفس العمر، يمكن بنفس التوجهات، ممكن بالاعداد الكبيره او لا نحن نقتصر على اعداد صغيره لحتى يمكن يستوعب الطفل اكثر، شو الصح؟ هلا اكيد الافضل تكون الاعداد مدروسه، ولكن انت هذا الموضوع ما فيكي تعملي له ضبط لانه في ظروف معينه هي اللي بتتحكم، ولكن انا فيني اشتغل بالنظام التعليمي اللي ممكن هو نظام الاركان، بس قد ما كان عدد الاطفال كبير فانا بقسمهم على 4 وبعطي الماده العلميه كل حدا بخبره معينه، وبخلال الحصه الدرسيه فهن بيتبادلوا، ولكن هون نوقف عن نقطه ثانيه انه كم مدرس موجود ليساعد، كمان ممكن ما يكون في اليه ضبط معينه للموضوع، لهيك انا بقول لهم انا بمشي دائما بشوف بعمل هاي المعادله الوسطيه بالفروق الفرديه بين الاطفال، اضعف طفل عندي مهاراته واقوى حدا باخذ الوسط بيناتهم وبعطيهم خبره جديده خلي الكل يتشارك فيها، ودائما بدمج يعني اللي شاطر كثير بمسك القلم مثلا وبالكتابه فانا بقعده جنب الطفل اللي شوي ضعيف، مو اللي ضعيف نهائيا لحتى ما يحس بالاحباط، ولكن ممكن يدعموا بعضهم، نفس الشيء اللي بيقدر يصيغ جمل معينه انا بحطه جنب اللي لسه بده شوية دعم بهذا الموضوع، دائما الطفل بيتعلم بطريقة أفضل من أقرانه، دائما أحسن ما أنا كشخص بالغ علمه، هو دائما تعلم الأقران بالتقليد بالتبادل الخبرات، هذا بيعطي دافع كتير لطيف، ولكن أنا لازم أدرس تماما أنه ما تكون الفروق كتير كبيرة بين الطفلين اللي حاطتهم جنب بعض لحتى ما أفوت بمتاهة الأحباط ونقص الثقة وهي الأمور اللي يعني أنا ممكن تصير لما نحط طفل كتير مميز مع طفل ضعيف، ممكن هون نفوت نحن بخسارة بدل ما تماما لازم تكون موضوع كتير مدروس، هو شغلة ما لها سهلة، ولكن أكثر حدا قدير أنه يقدر يعمل هذا الدمج بطريقة كتير سلسة وبدون ما يتعذب هو المدرسة، لأنه بصير في وحدة حال بينه وبين الأطفال، بتصير بتعرفهم كأم بديلة، فهي قادرة تماما تعرف البناء النفسي للطفل، انه فأنا بفضل ما يكون هذا الدمج بأول مرحلة، يكون بعد ما يقطع شهر لحتى تقدر تدرس أطفالها، يصير في وحدة حال بينها وبينهم، هون هي بشكل تلقائي حتى هي بتحس الجو الصفي صار كثير أريح ومناسب، فهي لحالها بشكل تلقائي أنا بتقول إذا حطيت هذا الطفل جنب رفيقه هون أنا بحس الصف صار مريح أكثر، فهي لحالها بشكل تلقائي بخبرتها بتقدر تقيس هذا الموضوع، ودائما أنا بفضل يكون في دائما خبرة جديدة إضافية يكون الكل مشارك فيها، دائما تحاول تختار أشياء حياتية تدمج كل الأطفال اللي عنده نقاط قوة يدعم اللي عنده نقاط ضعف ويتبادلوا هاي الخبرات، هذا الشيء كتير أنا بحسه إيجابي، ولما بتفوت معلمة تانية للصف كمان بتعطي من خبرتها للطفل، ما يكون ثابت بمعلمة واحدة يكون كل الانتماء لها، دائما يكون في بفترات بسيطة في روح جديدة أشخاص جداد يفوتوا يعطوا هذا التبادل بالخبرات. تمام رندا، دائما بنلاقي بفصل الشتاء توجه الام لتعليم طفله بيكون هو بالشيء الاكاديمي، الاحرف، الارقام الى اخره، الصف هو
فرصة مختلفة اليوم للتعليم، ممكن تكون نشاطات هوايات، وفي أمهات بيحبوا يعني يستمروا بموضوع التعليم الأكاديمي. برأيك شو الصحيح أو كيف اليوم ممكن نوجه الأم لحتى تستثمر هاي الفترة بشكل أمثل لفرصة جديدة للتعلم؟ هلا أنا عندي الأطفال بيكون فيها فروق فردية، في أطفال أنا ما فيني لازم يكون في عندها تعليم أكاديمي مستمر لأنه ذاكرتهم ضعيفة، لازم بشكل دائم أنا أكرر لهم لحتى يصير عندهم هالبناء المعرفي، وفي أطفال لا، هن يفضل من إمكانياتهم الممتازة ووسع لهم أفقهم بأنشطة إضافية. أنا هون بقولها للأم اللي أنا بروح على اللي عندهم ضعف معين، ولو أنت عندك شكل دائم في متابعة اكسري الروتين وحطي نشاط رياضي، حطي نشاط ترفيهي. مو ضروري، أنا أحيانا الظرف المادي هو بيكون بيأثر تماما، أو طبيعة عملها ما فيها تاخده وتجيبه، أو شفنا كيف الظروف عم تكون صعبة. ما علي، لما بيكون انت بدك تنزلي، انا بقول لهم هذا المثال دائما، انه اعطيه مهام ينزل مثلا هو يجيب خضره للبيت، هو يختار شو بدك مثلا تطبخي اليوم، هو يختار كيف يكون تنسيق الغرفه. هاي المهارات الحياتيه بتعطيه ثقه بنفسه، وممكن تعطيه من الخبرات الحياتيه يقدر يدعمها اكاديميا الى جانب الدرس الأكاديمي الثابت اللي هي عم مستمرة فيه ومضطرة تستمر فيه، إلى جانب الأنشطة الرياضية والموسيقى والرسم والخبرات الثانية. كل ما كان طفلي ضعيف ما أغفل عنه بالصيف، يكون عندي وقت حاول قد ما فيني حطه فيها لحتى هي تعطي هذا الدافع والدفع للتطور أكاديميا بدون جهد، وهو يكون مستمتع. أكسر له هذا الروتين لأنه بالشتاء بيكون الوقت صار، الطقس ما بيساعد، الخبرات اللي ياخدها بيكون محكومة أكثر بالشيء الدرسي والأكاديمي. أكيد رندا، كل الشكر لإلك ولكل المعلومات اللي قدمتي لها. شكرا لكم. شكرا كثير لك رندا ولوجودك الدائم معنا. شكرا لأستاذ.